موجز لأهم الأنباء من أون لايف، أسعد الله صباحكم. يتوجه اليوم وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط للمشاركة في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، والمقرر انعقادها يومي 28 و29 من هذا الشهر. يواصل الجيش السوري عمليته العسكرية التي أطلقها أمس ضد مسلحي المعارضة جنوب شرقي مدينة درعا، حيث تنفذ وحدات من الجيش عملية موازية لقطع طرق وخطوط إمداد مسلحي المعارضة بين منطقة طريق السد ودرع البلد باتجاه الحدود الأردنية. اندلعت معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي في جبهة مقبنة وجبهة العنين بمديرية جبل حبشي بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. وذكرت مصادر عسكرية أن المواجهات تأتي إثر هجوم شنته قوات الجيش على مواقع لتمركز الميليشيات في جبل الحصن الاستراتيجي بإسناد جوي بغارتين شنتهما مقاتلات التحالف العربي. في روسيا أخلت الشرطة فندقا بمدينة روستوف أون دون التي تستضيف مباريات ببطولة كأس العالم، ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن شهود عيان قولهم إن الموقع شهد تواجدا للشرطة، وإنها أبلغتهم بأنه يتعين إخلاء الفندق بسبب تهديد بوجود قنبلة. كانت الخارجية الأمريكية قد حذرت في وقت سابق رعاياها المتواجدين في روسيا بضرورة توخي الحذر على خلفية تهديدات بوجود مخاطر إرهابية على هامش انعقاد بطولة كأس العالم روسيا 2018. أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرار من المحكمة العليا والقاضي بتأييد حظر السفر ضد مواطني 5 دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، معتبرا الحكم نصرا للدستور بحسب تعبيره. في حين أدان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية قرار المحكمة قائلا إنه يعطي الإدارة الأمريكية الحالية سلطة مطلقة لإعادة بث التمييز ضد المسلمين. الساعة 2 من صباح تأتيكم مع أمير عدلي وحسام الدين حسين بعد لحظات بحول الله.